السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. أنت دلوقتي بتتفرج على الحلقة الخامسة من المستوى الثالث من كورس التأسيس في الجرامر من كتاب The Best Start. طيب النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة اسمها Modal Verbs. ده عنوان فيديو النهاردة، Modal Verbs. هنتكلم النهاردة عن Modal Verbs، الافعال الناقصه. هما سموهم افعال ناقصه لان ما لهمش تصريف ثالث، يا دوب كده مضارع وماضي، تصريف اول وتصريف ثاني. طيب هي المودال فيربس دي وظيفتها ايه؟ لا انا بستخدمها في الجمله في حاجات كتير، يعني مثلا منها ان انا بستخدمها علشان اعبر عن التنبؤ، بستخدمها علشان اعبر عن القدره، بستخدمها علشان اعبر عن النصيحه. بستخدم الافعال الناقصه في حاجات كتير وهفرد لك الحاجات دي. الافعال الناقصه دي بتختلف عن الافعال الاساسيه في حاجه، الافعال الناقصه بتختلف عنها في حاجه او في حاجات، تلات حاجات تحديدا. ايه هي؟ اول حاجه الافعال الناقصه اللي هي قلنا اسمها modal verbs. طبعا انت محضر ورقه وقلم علشان تكتب ورايا. المودال فيربس، الافعال الناقصه دي بتختلف في ثلاث حاجات. واحد، الأفعال الناقصة يأتي بعدها infinitive، بيجي بعدها فعل في المصدر، يبقى دي أول حاجة. الأفعال الناقصة لازم يجي بعدها فعل في المصدر، هي شروطها كده. طيب اتنين، لو عاوز تنفيها حطي ليها not وشكرا، يضاف لها not علشان تنفي. طبعا تقريبا يعني اعتبرني بتكلم في كل الافعال الناقصة، اعتبرني يضاف لها not. تلاتة، بتختلف في ايه كمان الافعال الناقصة؟ نبدأ بيها السؤال بهل، يعني ممكن تحطها في الجملة، ممكن تحط can ده مثال يعني من المودال فيربس، ممكن تجيب can وتبدأ بيه الجملة، can you help me؟ يبقى عملت سؤال بهل، بدأت بكان، بيضاف لها not علشان انفيها، cannot لا يستطيع اللي هي can't. يأتي بعدها infinitive، دايما كان بعدها مصدر فعلا، I can see, I can hear, I can play. هي دي الأفعال الناقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، وبرضو كام كبسولة كده مهمة جدا هنقولها في فيديو النهاردة إن شاء الله. كبر الصورة وعلي الجودة، ما تنساش اللايك الجميلة بتاعتك، ويلا بينا let's get started. بص بقى كده على المودال فيربس مع بعض. بالنسبة للمودال فيربس، الأفعال الناقصة have no past participle، ملهاش تصريف ثالث، والتصريف الثالث احنا لسه هنتكلم عنه قدام. بس الأفعال الناقصة هي مضارع وماضي وشكرا، ملهاش حاجة اسمها تصريف ثالث، ملهاش. طيب بتتميز بإيه؟ they are followed by an infinitive، بتتميز ان بعدها مصدر، خلاص اي فعل ناقص بعده مصدر، بعده فعل بدون اضافات. and can be used as helping verbs، وتستخدم كافعال مساعده. يعني ايه كافعال مساعده؟ هي الافعال المساعده بتعمل ايه؟ بتتحط في الاول واعمل بيها سؤال، will you go to school tomorrow؟ بيا سيدي كمان بحط ليها not وانفي، I can't play tennis. فهي دي الافعال الناقصه. طيب تعالى كده بقى علشان ما تتهش مني نفرد استخدامات الافعال الناقصه. في افعال ناقصه خاصه بالنصيحه، بيفيدوا النصيحه، لما بستخدمهم يبقى انا بنصح، زي مين؟ زي الشود والشودنت. في غيرهم؟ في غيرهم، في هاد بيتر وفي اوت تو، بس انا خليني في شود والشودنت. واضح قوي ان شودنت هي نفي شد، تمام؟ يبقى لما اقول لك بقى وود وودنت يبقى بتكلم في الاثبات والنفي، كانوا كانت الاثبات والنفي، will want الإثبات والنفي، should وshouldn't الإثبات والنفي. بسم الله كده نبص على أول two modal verbs عندنا، should وshouldn't، ودول بستخدمهم عند النصيحة. معناهم إيه؟ ليهم معنى، الأفعال الناقصة ليها معنى على فكرة. معناهم ينبغي أن، بنصح بقى، أو يفضل أن، ينبغي أن أو يفضل أن، بنصح واحد، اوكي بنصحك، بقول لك مثلا يو شود
wash your face. الأفعال الناقصة اللي هي should و shouldn't بتيجي قبل المصدر، يعني بيكون بعدها مصدر على طول وليها معنى، ليها معنى. You should، أنت يجب أن. Wash your face، يجب أن تغسل وجهك، نصيحة. You shouldn't، shouldn't بقى لا يجب أن، بنفي، لا ينبغي أن. You shouldn't play in the street، لا ينبغي أن تلعب في الشارع. Okay، بنصحك بالshouldn't. يبقى أول two modal verbs عندنا should و shouldn't، should و shouldn't، should و shouldn't. Should ينبغي أن، shouldn't لا ينبغي أن، بستخدمهم للنصيحة، بنصحك. طيب هل ممكن أبدأ بيهم؟ قلت لك من خصائصهم إنك تبدأ بيهم. ممكن تبدأ بيهم وتعمل بيهم سؤال، إيه ده؟ يعني أنا ممكن أبدأ بشد؟ آه. طيب لما أقول شد مثلا، should I، هل ينبغي عليا؟ أنا بطلب النصيحة، انصحني. should I، طيب أقول لك مثلا should I goes، لأ. going، لأ. went، لأ. go، اوعى تنسى إن المودل فيربس بيجي معاها مصدر. should I go to school tomorrow، هل ينبغي أن أذهب إلى المدرسة بكرة؟ انصحني أروح ولا ما أروحش؟ يبقى هنا ده سؤال، وعاوز أجاوب أقول لك yes you should، أستخدمهم في الإجابة المختصرة. آه طبعا أنا سألت بيهم، يبقى مش هجاوب بيهم. yes you should أو no you shouldn't. yes you should، نعم ينبغي عليك، أو no you shouldn't، لا لا ينبغي عليك. يبقى أنت كده كتبت معايا، كتبت ورايا إن should ينبغي أن و shouldn't لا ينبغي أن، ودول أول modal verbs عندنا. وممكن يجوا في الاستفهام بأداة استفهام، هم أفعال مساعدة بالضبط. يعني لما بنقول علشان نكون سؤال بأداة استفهام، فاكر أداة استفهام فعل مساعد، هو الفعل المساعد هو فعل ناقص برضو. يبقى what should I do، ماذا يجب أن أفعل، دلني أعمل إيه. what should I do، أداة استفهام، helping verb الفعل المساعد، الفاعل I فعل أساسي أو فعل الجملة، do what should I do. لاحظ أن أنا قلت do مصدر، ليه؟ علشان should الأفعال الناقصة بيجي معاها مصدر، يبقى هي أفعال بتيجي في أول الجملة واسأل بيها، بيضاف لها not وانفيها، بيكون لها معنى، بيجي بعدها مصدر، وأول اتنين منهم should و shouldn't. طيب تعال بقى لكان، وطبعا لما أقول كان فأكيد كانت ضمنا بقى معانا، وماضي كان could، ولما أقول could فنفيها برضو معانا couldn't. إيه بقى موضوع كان وكود؟ هما دول modal verbs. طيب بيعبروا عن إيه؟ كان أخدناها ومعناها يستطيع، يبقى بتعبر عن الاستطاعة. كان يستطيع بتعبر عن الاستطاعة، وبيجي بعدها مصدر وببدأ بيها، وممكن أنفيها وأحط not بعدها. تمام جدا. I can jump، أنا أقدر أقفز، وممكن أبدأ بيها سؤال بهل. Can you climb this tree، هل تستطيع أن تتسلق هذه الشجرة؟ وجاوب yes I can، وأحطها في السؤال، ما هي فعل مساعد، أداة استفهام فعل مساعد. What can you do، ماذا تستطيع أن تفعل، أداة استفهام فعل مساعد، فاعل مصدر. ليه مصدر؟ علشان كان بعدها مصدر. ولكن كان اللي بتعبر عن الاستطاعة ليها استخدام تاني، ممكن استخدم كان للطلب، انا بطلب منك حاجة فاستخدم كان، او استخدم كان للعرض، انا بعرض عليك حاجة فبستخدم كان. يعني مثلا لما اقول لك can I help you، هو المفروض ان دي سؤال واخد شكل سؤال، بس الجملة ضمن كده انا بعرض المساعدة. هو معناها ايه can I help you؟ معناها هل يمكنني أن أساعدك؟ Can I help you؟ ممكن أساعدك؟ أنا شايفك في مأزق أو محتاج مساعدة فبقول لك Can I help you؟ Can I help you؟ ممكن أساعدك؟ فدي عرض، بعرض المساعدة. والطلب، الطلب أنا بطلب منك برضو Can I؟ Can I use your mobile؟ Can I use your mobile؟ ممكن أستخدم تليفونك؟
تعالى بقى نرجع فلاش باك لورا، موضوع تاني مش موضوعنا، احنا هنسيب بس المودال فيربس وهرجع كده فلاش باك لدرس سام واني. في درس سام واني لو تفتكر في المستوى التاني واحنا بنتكلم على سام واني، لا نجيب صبورة للكلام ده، لما كنا بنتكلم على سام واني كنا بنقول ان انا بستخدم سام، كنا بنقول 2-1 لاني. يعني ايه 2-1؟ يعني اني كنت بستخدمها في حاجتين وصم في حاجة. اني كنت بستخدمها في الجملة المنفية بقول اني، وفي السؤال كنت بقول اني. اما صم فكنت بستخدمها في الجملة المثبتة، قلنا الكلام ده في المستوى الاول وشرحناه. الجديد بقى وليه رجعت لصم واني؟ لان في العرض والطلب زي الجملتين اللي انا لسه قايلهم بستخدم صم. ايه ده؟ ده صم كده هتكسب، ده كده بقت النتيجة 3-2 لصم. صم بستخدمها في العرض والطلب. يعني ايه؟ تعال اقول لك جملة عرض. لما اقول لك would، هنتكلم في would دلوقتي من المودل فيربس. would you like، المهم انت بادئ بيها، يعني انت بتسأل دلوقتي. would you like some juice، برغم ان هنا علامة استفهام والجملة بدأت بود، يعني أنا بسأل، ولكن استخدمت صم. إزاي؟ أنت بتقول إن إني هي اللي بتيجي في السؤال. أنت إيه اللي خلاك تستخدم صم؟ لأن الجملة دي مش سؤال، مش استفسار، أنا مش جاهل معلومة وبسأل عنها. أنا بعرض عليك، بعرض would you like some juice، هل تريد بعض العصير؟ فهنا ب would you like بعرض عليك، فبستخدم صم في العرض. عاوز شوية عصير؟ بعرض، بعزم، فبستخدم صم. والطلب، الطلب لما اقول مثلا زي الجملة اللي سائلينها can you، هل يمكنك، بطلب منك. مثلا can you give me، ممكن تديني some water، بعض الماء. برغم ان انا بدأت بكان، يعني انا بسأل، وعملت في الاخر question mark، يبقى انا بسأل فعلا، ولكن استخدمت some مش any. ليه؟ لان الجملة دي طلب. تعالى كده نشوف معناها. Can you give me some water؟ هل يمكنك أن تعطيني بعض الماء؟ الجملة في معناها طلب، بطلب منك مية، يبقى بستخدم some في العرض والطلب. طيب تعالى بقى نرجع لموضوع المودل فيربس. قلت أنا بستخدم can للطلب أو عرض المساعدة. Can I help you؟ ممكن أساعدك، أنا بعرض عليك. Can I help you؟ Can I use your mobile؟ ممكن استخدم تليفونك. يعني اعتبر كده ان في الطلب المؤدب بتستخدم can I او can you. can I هل يمكنني، can you هل يمكنك، بطلب منك. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن can، وقلنا can معناها يستطيع، بقى اعبر عن الاستطاعة، وممكن استخدم can. can I هل يمكنني، can you هل يمكنك، في البولايت ريكوست، في الطلب المؤدب. كده علشان ما ننساش احنا اتكلمنا في المودال فيربس على should و shouldn't و can، وطبعا اللي هنقوله على can هيمشي على can't اللي هي لا يستطيع. I can't climb a tree، انا لا استطيع ان اتسلق شجرة. طيب تعال بقى ننزل على could. كلمة could برضو متعددة الاستخدامات، واول استخدام لcould ان هي ماضي can، يعني كان يستطيع مضارع، الماضي منها could. could اللي هي استطاع، لما تيجي تتكلم عن القدرة في الماضي فانت بتستخدم could، فده اول استخدام لcould اللي هي معناها استطاع. يعني مثلا هقول لك when I was، ايه ده الجملة دي ماضي طبعا. when هنا عندما مش متى، عندما انا كنت، يبقى انا بتكلم في الماضي. مثلا when I was little، لما كنت صغير، أو when I was young، لما كنت صغير في السن، أو when I was مثلا 5، لما كنت 5 سنين. المهم إن أنا بتكلم في الماضي. هقوم قايل لك بعدها I، مقدرش إن أنا أقول can، أنا أستطيع، لا أنا هقول لك I could، يبقى هنا هستخدم could. I could، I could مثلا speak English، أنا كنت بعرف أتكلم إنجليزي. لاحظ كده ايه اللي جه بعد could؟ speak، فعل في المصدر. I could speak English،
انا قدرت استطعت ان انا اتكلم انجليزي. يبقى could اللي هو المودل فيرب جه بعده فعل في المصدر. ممكن اضيف not؟ اه طبعا. I couldn't speak English. انا ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي. طيب هل ممكن ان انا ابدأ بكود؟ قلنا اه هو مودل فيرب ممكن تبدأ بيه، فيه الاوبشن ده وفيه الخاصية دي. ممكن اسأل واحد واقول له could you، وكود يو هنا مش هل تستطيع، لا هل استطعت. انا بسألك في الماضي كنت زمان بتعرف. could you مثلا could you ride a bike، مقصودش دلوقتي، انا بتكلم ماضي. could you ride a bike، وخلي بالك انا قلت مصدر infinitive اللي هو ride يركب، ما جبتش اضافات علشان عندي المودل فيرب could. could you ride a bike، هل قدرت تركب عجلة. مثلا when you were ماضي لما انت كنت، when you were مثلا 10 لما انت كنت 10 سنين. could you ride a bike when you were 10، فانت هتقول لي yes I could او no I couldn't، هتجاوب بكود. يبقى ده اول استخدام لكود. انت هتستخدم كود للتعبير عن القدرة في الماضي. طيب ايه تاني انا بستخدم فيه كود؟ انت قلت لي ان كود ليها استخدامات كتير. طيب انت بتستخدم كود علشان تعمل اقتراح وما تقصدش هنا ماضي، يبقى الماضي حاجة واللي جاي حاجة. لما تستخدم كود دلوقتي فانت اكيد ما بتتكلمش في الماضي. وطبعا ياريت تكون بتكتب ورايا استخدامات كود، القدرة في الماضي والاقتراح، وهنا الاقتراح مش ماضي مضارع. لما اقول لك مثلا we could take a present to عمر، بامكاننا ان ناخذ هديه لعمر، احنا هنروح نزوره فانا بقترح عليك اننا ناخذ له هديه، فاستخدمت كود عند الاقتراح. اه طريقه من طرق الاقتراح. طيب ثواني كده، لانك قلت لي قبل كده ان let's هيا بنا، ودي كانت الحلقه الاخيره في المستوى الثاني، قلت لي ان let's بقترح بيها وبيجي بعدها مصدر. كلمة let's معناها هيا بنا، بستخدمها عند الاقتراح. يا سيدي في طريقة تانية من طرق الاقتراح، we could بإمكاننا، we could. ممكن you could بإمكانك، أنا ماليش دعوة، بإمكانك أنت. you could you could. يبقى بستخدم could عند الاقتراح وملهاش علاقة بالماضي. اوعى تترجمها وتقول نحن استطعنا أن نأخذ هدية لعمر، دي مش كود اللي اقصد بها الاستطاعة، دي كود اللي اقصد بها الاقتراح. انا بقترح بكود ماليش علاقة بالماضي. We could take a present to عمر. You could go out بامكانك ان تخرج. You could watch a film بامكانك ان تشاهد فيلم. بستخدم كود علشان احذرك من حاجة ممكن تؤذيك، بمعنى don't play with matches، لا تلعب بالكبريت. matches اعواد الكبريت. don't play with matches again، هحذرك. you could have مصدر طبعا، you could have burnt your hand، انت كده ممكن تحرق ايديك، فانا بحذرك فبقولك you could ممكن يحصل، ممكن تتعور، ممكن تحرق ايديك، ممكن تقع. فممكن دي اللي هي you could، you could fall down، انت ممكن تقع، فحذرك من حاجة ممكن تؤذيك واقول لك النتيجة بتاعتها، ممكن تقع، ممكن تحرق ايديك، ممكن تتعور، you could. okay؟ فهنا بستخدمها عند التحذير ال warning، وممكن استخدمها عند ال blaming اللوم. طيب ممكن استخدم could برضو عند الطلب والاستئذان. طب ثواني كده، ما انت لسه قايل لي ان كان بطلب بيها وكود بتطلب بيها، يعني زي ما بتقول كان اي هل يمكنني، ممكن تقول كود اي برضو هل يمكنني، وبتكون مؤدبة جدا. كود اي هل يمكنني، كود اي بطلب، كود اي هل يمكنني، دي ملهاش علاقة بالماضي، دي ريكوست طلب. كود اي هاف انذر ساندويتش، هل يمكنني ان اتناول ساندويتش تاني كمان، يعني ممكن، ده طلب فاستخدمت كود اي. طيب ممكن استخدم كان، اه عادي ما فيش اي مشكله، هي هي كان اي هاف انذر ساندويتش، كود اي هاف انذر ساندويتش، فبستخدم كود برضو عند الطلب لما اجي اطلب، لما اجي احذرك من حاجه، وكمان لما اجي اقترح. وطبعا كود زي ما قلت لك في الاول هي ماضي كان. لو انا هستخدم بقى الاستطاعه
فكود معناها استطاع. When I was young لما كنت صغير I could climb a tree قدرت ان انا اتسلق شجرة. وممكن تنفي عادي جدا وتقول I couldn't climb a tree، وممكن تسأل بيها could you climb a tree، هو انت كنت تستطيع انك تتسلق شجرة؟ طيب تعالى بعد كده لـ may و might، ودي تالت modal verbs عندنا. كده احنا اتكلمنا عن should و shouldn't، can و could، ودلوقتي بنتكلم على may و might. طيب بالنسبة لـ may، may برضو بستخدمها عند الطلب، لما اجي اطلب الاستئذان okay، او السماح بحاجة، فبستخدم may. May I go out؟ أو may I use your pen؟ ممكن أستخدم قلمك؟ إيه ده؟ طب ثواني بقى، لو أنا قلتها can برضو can I use your pen؟ ممكن أستخدم قلمك؟ طب لو قلتها could، could I use your pen؟ إيه ده؟ يعني أنا كده عندي ثلاثة طلب، ثلاثة ممكن أستخدمهم في الطلب. مثلا can I، could I، may I. بالضبط، يبقى أول استخدام لـ may لما اجي اطلب may I use your pen، وطبعا انت خدت بالك ان may بعدها مصدر modal verb بقى فعل ناقص بيجي بعده مصدر. may I use your pen، ممكن استخدم قلمك. طيب برضو بستخدم may للتخمين، بمعنى ربما او قد، بمعنى ربما او قد. لما اقول لك she may be، ايه ده؟ مصدر طبعا، ما اقدرش اقول she may is، عاوز اقول ربما تكون. ايه اللي بيجي بعد may؟ may ده modal verb، بيجي بعده مصدر زي ما اتفقنا. هو المصدر am ولا is ولا are؟ لا، المصدر والاساس be، علشان كده جبت الانفينيتيف be. يعني ايه she may be؟ يعني هي ربما تكون she may be sick. She may be sick، هي ربما تكون مريضة. She may be sick، فهنا may بمعنى ربما للتخمين، بخمن. She may be sick. طيب بعد كده may قالك بمعنى ربما. may بقى بتاعت التخمين اللي معناها ربما، ممكن أكون بخمن حاجة في المضارع، وممكن أكون بخمن حاجة لسه هتحصل في المستقبل. يعني مثلا جملة She may be sick، فأنا بخمن حاجة دلوقتي في المضارع، هي دلوقتي ممكن تكون عيانة، هي ما جاتش ليه المدرسة النهاردة؟ معرفش. She may be sick، ممكن تكون عيانة، فأنا بخمن حاجة دلوقتي. ممكن أستخدم may برضو علشان أخمن حاجة ممكن تحصل في المستقبل، ممكن تحصل بس أنا مش متأكد. متأكد كنت قلت will، هتحصل، لكن أنا بقول may، بخمن حاجة في المستقبل. There may be flying cars، ممكن يعني يكون موجود سيارات طائرة in the future في المستقبل، فده الـ prediction، ده تنبؤ حاجة في المستقبل، يبقى ده بالنسبة لـ may. طيب تعالى الـ might، might برضو بتخمن، بتخمن حاجة بس بتخمنها وانت مش متأكد، يعني هي أقل في درجة التأكد من may. لما قلت she may be sick، الجملة اللي كنا قلناها she may be sick، هي ممكن تكون عيانة. طيب لو أنا قلت might، و might ده كمان modal verb، might بقى لو أنا قلتها she might be sick، ممكن تكون عيانة بس احتمال ضعيف. يبقى might برضو بتنبأ بس أنا مش متأكد قوي ومستبعد الاحتمال ده شوية. she might be sick، احتمال تكون عيانة بس يعني احتمال ضعيف. she might، يبقى may be sick احتمال، ممكن او ممكن لا، 50% 50%، لكن she might be sick ممكن اعتبر يعني مثلا 20% ممكن تكون عيانة. تمام، عند عدم التأكد من المعلومة. it might be a snake، ده ممكن يكون تعبان. we might live on the moon، برضو بتنبأ في المستقبل، احنا ممكن نعيش على القمر، يبقى might برضو بتنبأ سواء مضارع او مستقبل. طيب تعالى بعد كده لي modal verbs تانية اللي هي will و would. will معناها سوف، ده بالنسبة ل will سوف. وطبعا لما نيجي نتكلم عن الفيوتشر ان شاء الله زمن المستقبل بسيط،
هنتكلم عن will قوي، يعني هنركز قوي على will. لما اقول مثلا I will buy، طبعا انت مش مستغرب ان احنا ليه جبنا buy فعل في المصدر، لان احنا اتفقنا خلاص ان المودل فيرب بيجي بعده فعل في المصدر، الفعل الناقص دايما بعده مصدر. I will buy this shirt، انا هشتري القميص ده. فانا هنا بتكلم عن حاجة هتحصل، will معناها سوف، انا سوف اشتري هذا القميص. هو ينفع انفيها؟ اه ينفع تنفيها وتقول will not، واختصارا بتقولها want اللي هي will not. فلو انت قلت I want buy، انا لن اشتري، انا مش هشتري القميص ده. طيب ده بالنسبة ل will. تعال نتكلم على would. ايه موضوع would؟ احنا قلنا حاجة شبهها اللي هي should لما اجي انصحك، وcould لما اجي اطلب او اقول الماضي من كان، could استطاع. اما would انا بستخدمها عند العرض. لو انت رجعت للجملة لما كنت بتكلم في some وany، كنت بقولك would you like some juice، كنت بستخدم would لما اجي اعرض عليك حاجة، فبقولك would you او would you like، هل تود؟ Would you like some juice؟ طب والله ما شفت الجملة. Would you like some juice؟ هل تود بعض العصير؟ طبعا some. ليه مش any؟ برغم ان في علامة استفهام، وبرغم ان انا لما ابدأ بالفعل الناقص بسأل، لان ده عرض. يبقى من طرق العرض لما اعرض عليك حاجة اقولك Would you like؟ Would you like some help؟ هل تريد بعض المساعدة؟ Would you like some juice؟ Would you like some water؟ Would you like some money؟ Would you like، هل تود؟ يبقى ده استخدام would عند العرض، would عند العرض. وممكن استخدم would في سؤال بأداة استفهام، هو فعل مساعد، أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، مصدر. ليه؟ علشان would من الأفعال الناقصة اللي بيجي معها مصدر. What would you like؟ ماذا تريد؟ ماذا تود؟ To drink، أن تشرب. ودي جملة مثلا تتقال في كافيه أو في مطعم، الجرسون يقول What would you like to drink؟ ماذا تود أن تشرب؟ What would you like to eat؟ ماذا تود أن تأكل؟ أو ماذا تريد أن تأكل؟ أو ماذا تحب أن تأكل؟ يبقى ليه استخدمت would؟ لأن الجملة واخدة شكل العرض، بعرض عليك تأكل إيه؟ تشرب إيه؟ What would you like to drink؟ What would you like to drink؟ يبقى ده بالنسبة ل would. would برضو ممكن استخدمها لطلب الاذن، بس بشكل كده would you mind، would you mind، هل تمانع؟ would you mind، would you mind، هل تمانع؟ would you mind، okay، هل تمانع، هل عندك مانع؟ لما اقول لك مثلا would you mind closing the window، خلي بالك لما بستخدم الصيغة would you mind اللي معناها هل تمانع بيجي بعدها gerund. خلاص احنا قلنا ايه هو gerund اللي هو الفعل plus ing. طيب ثواني بقى، انت ازاي بتقولي gerund وازاي بتقولي ان would بعدها مصدر؟ انت دلوقتي بقى بتقولي ان would you mind جي بعدها gerund فعل مضاف له ing، ازاي would موجودة would يجي بعدها مصدر؟ طيب ماشي، ما هو انا جبت المصدر فعلا، ما انا قلت mind، mind يمانع، ما هو ده infinitive، خلاص انا جبت الفعل في المصدر would you mind، هل تمانع، بس انا بكمل بقى بعد المصدر بgerund would you mind closing the window، هل تمانع في اغلاق الشباك؟ فهنا انا بطلب okay would you mind closing the window، عندك مانع لو انا قفلت الشباك؟ يعني اسمح لي اقفل الشباك. would you mind، هل تمانع، اسمها كده would you mind. يبقى في would you like، هل تريد، would you mind، هل تمانع. okay طيب ده كان بالنسبة للمودل فيربس. اتكلمنا على should و shouldn't و would و can و could و may و might. ودلوقتي احنا بنتكلم في كبسولات خفيفة كده بالنسبة لتكوين سؤال. بالنسبة لتكوين سؤال بيقولك خلي بالك، ممكن لما تيجي تكون سؤال وانت مثلا بتحل محادثة وعندك اجابة وبتكون منها السؤال، ممكن بقى السؤال اللي انت بتكونه ما تجيبوش من الاجابة. Okay. السؤال مش موجود في الإجابة، لكن انت بتتخيله، انت بتكمل الجملة علشان تقدر تكون سؤال. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بحل محادثة بين علي وبين احمد،
علي سأل فأحمد قال له it's hot، الجو حر. It's hot today. يبقى ايه السؤال اللي علي قاله؟ هل السؤال ده موجود في الإجابة علشان أقدر أكونه؟ لا. فأحيانا وأوقات كتير لما تيجي تكون سؤال، السؤال ده مش موجود هنا بشكل مباشر، الجملة مش موجود، مش مريحاني، الجملة مش مساعداني علشان أكون منها سؤال. طيب إيه اللي هيحصل وقتها؟ لازم أكون فاهم الإجابة كويس وعارف أو متخيل الحوار أنا بسأل عن إيه. It's hot، الجو حر، يبقى أكيد أنا سألت ما هي حالة الطقس، وده سؤال اسمه What is the weather like؟ هل أنا كونت السؤال ده وجه بشكل مباشر من الإجابة؟ هل موجود هنا the weather is hot؟ لا مش موجود، لكن أنا استنتجت ايه هو السؤال وعملته في دماغي كده وكتبته. What is the weather like؟ ما هي حالة الطقس؟ طيب حاجة زيها مثلا، عندي سؤال والإجابة to learn، لكي أتعلم. To learn، لكي أتعلم. يبقى ايه هو السؤال؟ هل الجملة الإجابة مساعداني ان انا اكون سؤال؟ هل كده بكل اريحية هقدر اجيب اداة استفهام واشوف فين الفعل المساعد والفاعل اشيله من الاول واحط؟ مفيش الكلام ده. هتخيل ايه يا ترى السؤال؟ to learn، لكي اتعلم. يبقى ليه بتروح المدرسة؟ طالما to هنا لكي، فده غرض وسبب، ده السبب ان انا بروح المدرسة، يبقى اكيد هستخدم why. Why do؟ لأن أنا بتكلم في المضارع البسيط. Why do؟ أنت ليه؟ وبكلم واحد وبقول له you. Why do you؟ أداة استفهام فعل مساعد فاعل. طيب طالما do موجودة فلازم يجي مصدر. Go. Why do you go to؟ إلى school، المدرسة. Why do you go to school؟ فالإجابة to learn. ممكن أنت تساعد نفسك بنفسك. ازاي؟ to learn دي مش مساعداك. طيب اعمل ايه؟ يبقى انت تخيل الجملة كاملة هتبقى ايه. الجملة كاملة I go to school to learn. انا ساعدت نفسي بنفسي بقى. I go to school to learn، وكونت سؤال ب why. هنا go فجبت do وآي حولتها ليو وكملت جملتي go to school. المهارة دي بتيجي بالتدريب، بتيجي بالتدريب، انك بتقرأ كتير وبتحل محادثات كتير وبتعيش المود بتاع المحادثة وجو المحادثة. صدقني وقتها بكل سهولة تقدر انك تتغلب على الموضوع ده. تمام؟ يعني مثلا it's hot، الجو حر، يبقى انا قلت what is the weather like، وبرضو لازم اكون حافظ. يعني لو انا بسأل عن الطقس بقول ايه؟ تمام؟ what is the weather like. لو انا بسأل عن العنوان بقول ايه؟ لو انا بسأل عن رقم التليفون بقول ايه؟ تمام؟ what is the weather like. what is the weather like. نحفظها؟ نحفظها. what is the weather like. what is the weather like. افرض انا بحل محادثة ولقيت كده الاجابة it's 28 Osman Street، 28 شارع عثمان. يا ترى ايه السؤال؟ اكيد مثلا ما هو عنوانك. طيب ما هو عنوانك؟ تتقال ازاي بالانجليزي؟ اكون حافظها بقى. What's your address؟ هل الاجابة اللي هي it's 28 Osman Street، هل الاجابة كانت مساعداني ان انا اكون سؤال؟ هل كان فيها الجملة بشكل مباشر وكونت منها السؤال؟ لا، ولكن انا فهمت الجملة وحافظ بقى ما هو عنوانك، يعني what's your address. برضو نحفظ جملة زي دي what's your address. what's your address. what's your address. طيب افرض انا مثلا بحل محادثة ولقيت الاجابة she is tall and pretty. لما تلاقي وصف حد، هي طويلة وجميلة، وصف حد، يبقى بستخدم what does she look like، ما شكلها. لما تيجي تسأل عن المظهر برضو احفظ الجملة دي
What does she look like؟ ولو كان واحد كنت قلت What does he look like؟ لو أنا بسأل واحد عن شكله هو هيبقى you، بس لو قلتها you طبعا مش هتقول does، you مش من أصحاب الاس، هتقول What do you look like؟ أنت شكلك إيه؟ بكلمك في التليفون ولسه ما شفتكش. What do you look like؟ Okay. What does she look like؟ برضو هتتحفظ وبالممارسة هتثبت معاك. What does she look like؟ ما شكلها؟ What does she look like؟ طيب انت مثلا بتحل محادثة وما لقيتش وصف شكل، لا ده انت لقيت وصف شخصية. يعني وصف شخصية؟ لما اقولك grandpa is kind، الجد ده طيب، and wise، وحكيم، هل ده شكله؟ لا، ما تقدرش تقول what does he look like، ما شكله، لأن طيب وحكيم أنا مش بوصف شكله، أنا بوصف شخصيته، أنا بتكلم عن صفات شخصية. طيب لما تيجي تسأل عن صفات حد الشخصية ما هي صفاته، هتقولها what is grandpa أو he like، what is he like، ده فرق بين what does he look like what is he like. نجيب لها صبورة ونقولها، بص معايا كده، خلي بالك من what is he like what does he look like. What is he like? What does he look like? طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ هما شبه بعض يعني شوية. What is he like؟ ما هي صفاته الشخصية؟ طيب حكيم، مضحك، مسلي، عطوف، ما هي صفاته؟ تقول مثلا he is wise، هو حكيم، ما بتكلمش في شكل. He is wise، هو حكيم. He is funny، he is helpful، هو متعاون. يبقى what is he like؟ ولو كانت واحدة what is she like؟ ولو بسألك عن صفاتك أنت what are you like؟ أما what does he look like؟ ما هو وصف مظهره أو شكله. بسألك عن وصفك، عن شكلك. What does he look like؟ ما شكله؟ تقول بقى he's tall، شكله بقى طويل. He's fat، he's fit، تمام؟ He's short، بتكلم. He has مثلا green eyes، هو عنده عيون خضراء، فبتوصفه لي. What does he look like؟ أميز بين what is he like؟ صفاته الشخصية إيه؟ What does he look like؟ شكله إيه؟ لأن كلمة look like يشبه. What does he look like؟ شكله ايه؟ مظهره ايه؟ تمام؟ فلما تلاقي مثلا grandpa is kind and wise، يبقى what is he like أو what is grandpa like. طيب مثلا انت بتحل محادثة ولقيت كده جملة بتقولك my mother is a teacher، مامتي مدرسة، اكيد السؤال ما وظيفة مامتك؟ لما تيجي تسأل عن الوظيفة ممكن تقول what is your mother، what is your mother يعني بتشتغل ايه مثلا، او what is your mother's job، وهنا في ملكية apostrophe اس الملكية، ما وظيفة مامتك. what is your mother's job، what is your mother's job. وممكن تقول what does your mother، ما تقولش like، تقول do. What does your mother do؟ ما وظيفة مامتك؟ يبقى في ثلاث صيغ تسأل بيهم عن الوظيفة. ايه هما الثلاث صيغ اللي بتسأل بيهم عن الوظيفة؟ What is your mother؟ What is your mother's job؟ What does your mother do؟ يبقى لما حد يقولك What do you do؟ يعني انت بتشتغل ايه؟ بيسألك عن وظيفتك، ما بيقولكش انت بتعمل ايه. خلاص بتعمل ايه؟ what are you doing، بتعمل ايه دلوقتي مضارع مستمر. لكن لو جات لك كده what do you do، ما تقولوش مثلا I'm playing، انا بلعب، لا ده انا بقولك انت بتشتغل ايه. what do you do، تقوله مثلا I'm a teacher، I'm a doctor، I'm a baker،
am a farmer. What does your mother do? My mother is a teacher. What's your mother's job? ما وظيفة مامتك؟ My mother is a teacher. What is your mother? My mother is a teacher. وكذلك لو لقيت مثلا I ride my bike to school. أنا بركب دراجتي إلى المدرسة. يبقى أنا هنا بسألك عن الحالة، الطريقة اللي بتيجي بيها المدرسة، فهستخدم how. فقلت how do. هنا بقى كونت سؤال بسهولة بقى. how هنا ride فجبت do، I حولتها ل you. بس خلي بالك كيف تركب إلى المدرسة؟ لا، فمش حط مش هجيب رايد، ما ينفعش ان انا اجيب رايد. يعني انا شغلت دماغي كده فلقيت انه من غير المنطقي استخدام رايد. لو انا قلت هاو دو يو رايد تو سكول، انت بتركب ازاي للمدرسه؟ لا، انت بتروح ازاي للمدرسه؟ هاو دو يو جو تو سكول. فاستبدلت الفعل رايد بالفعل جو علشان السؤال يبقى صح. انت تخيل كده الموضوع بالعربي، انت بتسال واحد فقالك انا بركب العجله للمدرسه، فانت قلت له انت ازاي بتروح، بتروح مش ازاي بتركب، ازاي بتروح. How do you go to school. طيب قالك ممكن لما تيجي تجاوب برضو على السؤال بهل، ممكن تستخدم حاجة غير اللي احنا متعودين عليها. يعني مثلا would you please help me، ممكن تساعدني؟ ف yes I would. تمام، دي الاجابة التيبيكال اللي احنا عارفينها، yes I would او no I wouldn't. بس انا ممكن اقول yes of course. Yes of course، نعم بالطبع. بالعكس ده yes of course هي الإجابة الصحيحة. Yes I would إجابة يعني مش مقبولة. لما أقولك would you help me، ممكن تساعدني، فتقول له yes I would، لا yes of course، أيوة طبعا yes of course، yes of course. مثلا can I help you، ممكن أساعدك. هل هتقول مثلا yes you can، أيوة تقدر؟ اللي أفضل منها yes please، أيوة من فضلك. I need، أنا محتاج، وأقول محتاج إيه؟ أو yes please، أيوة من فضلك. I want، أنا أريد. فمش لازم أو مش دايما إحنا بنجاوب بطريقة إن أنا أعمل yes وكما وأعمل مقص وأقول yes you can. لا، أحيانا بتكون الإجابة تانية هي الأصح والأدق والأفضل، زي yes please، نعم من فضلك. yes of course، نعم بالطبع. طيب shall we، shall هنا بقترح. وبمناسبة الاقتراح هكلمك دلوقتي عن حاجة أو حاجتين من طرق الاقتراح تانيين. Shall we go to the cinema؟ أنت طبعا ما تقولش yes we shall، لا قول مثلا yes let's، أيوة يلا بينا. Shall we go to the cinema؟ هنروح السينما؟ yes let's، أيوة يلا بينا. Let's do that، شفت مفيش yes خالص بقى. Let's do that، يلا نعمل كده. It's a great idea، إنها فكرة عظيمة. يبقى في السؤال بهل اللي هو غرضه الطلب او الاقتراح او العرض، بلاش تجاوب بالطريقة بتاعتنا اللي هي yes وكما ومقص. لا، ممكن تقول yes please، yes of course، yes let's، it's a good idea، انها فكرة جيدة. او مثلا sorry، okay sorry، انا اسف، ممكن تستخدمها بدل no. طيب ده تكوين سؤال. تعالى هنا بالنسبة لموضوع الاقتراح. لما نرجع لموضوع الاقتراح، احنا اتكلمنا قبل كده عن let's، هيا بنا، طريقة من طرق الاقتراح وبيجي بعدها infinitive. وكلمتك دلوقتي على you could، بإمكانك، طريقة من طرق الاقتراح وبيجي بعدها infinitive. ولسه مديلك مثال حالا على shall we وبيجي بعدها infinitive. Shall we go to the cinema؟ هل سنذهب إلى السينما؟ هل في طرق اقتراح تانية ممكن اقترح عليك بطرق تانية؟ ممكن طريقة اسمها Why don't you، وممكن بدل you تقول we، ليه معناها لما لا؟ بقترح عليك لما لا؟ اللي هي بالعامية كده انت ليه مش، او احنا ليه مش. تمام، ليه ما لا. طب انا لو قلت لك فكر كده المفروض هيجي بعدها ايه، اسهلها لك شوية، هاخد لك خط هنا. ها، المفروض هيجي بعد why don't you ايه؟ برافو اللي قال infinitive مصدر، لان انا عارف ان دو لما تبقى موجودة في جملة فالفعل يكون في المصدر.
يبقى من طرق الاقتراح why don't you أو why don't we. لو أنا عاوزك أنت تعمل حاجة فبقولك why don't you. لو عاوز حاجة نعملها إحنا الاثنين فبقولك why don't we. مثال لما أقول مثلا وأنت بتقول I'm bored أنا زهقان فأقولك مثلا why don't you أنت ليه مش أو ليه ما لا why don't you مثلا watch a movie. Why don't you watch a movie؟ لما لا تشاهد فيلم؟ Why don't you watch a movie؟ طيب أو we لما أقول لك مثلا Why don't we؟ أنا بقى بقترع عليك أنا وإنت Why don't we go to the cinema؟ لما لا نذهب إلى السينما؟ يلا أنا وإنت نطلع نروح السينما. ده اقتراح. طب ترد وتقول إيه؟ مثلا It's a good idea. ممكن تقول yes let's أيوة يلا بينا. It's a good idea. إنها فكرة جيدة. It's a good idea. إنها فكرة جيدة. It's a great idea. إنها فكرة عظيمة. يبقى طريقة الاقتراح اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي why don't you أو why don't we. دي طريقة من طرق الاقتراح. كده احنا قلنا let's you could بإمكانك Why don't you? Why don't we? طيب هل في طريقة تانية من طرق الاقتراح؟ How about؟ ماذا عن؟ اللي هي كده ايه رأيك فيه؟ How about؟ وممكن بدل how تقول what مش هتفرق. What about؟ ماذا عن؟ طيب دي بيجي بعدها ايه؟ بص هو حروف الجر ما عدا to بيجي بعدها gerund. يبقى how about أو what about هيجي بعدها gerund. احنا قلنا ايه هو gerund؟ الverb مضاف له ing ده gerund. يبقى تقول كده how about playing ماذا عن لعب. How about watching what about going تجيب بعد how about what about gerund. طيب هختم جملتي بايه؟ اكيد بـ question mark. انت راجل بتقول how بتقول what يبقى اكيد هتجيب question mark بعدها. طيب مثال هقول مثلا what about what about reading what about reading a story ماذا عن قراءة قصة. What about reading a story فممكن تقولي it's a good idea. Okay let's read a story. تمام what about ممكن how أو ممكن how. How about reading a story ماذا عن قراءة قصة فتقول لي it's a good idea إنها فكرة جيدة. طيب نرجع للكتاب بتاعنا تاني. في الكتاب بتاعنا هنا بيقول لي why don't you why don't we لما لا طريقة من طرق الاقتراح وهيجي بعدها مصدر أكيد علشان عندي do. Why don't you أنت ليه مش come over تيجي تزورني to play with me وتلعب معايا. Why don't we احنا بقى احنا ليه مش لما لا. Why don't we go to the cinema ليه ما نروحش السينما. فممكن تجاوب وتقول it's a great idea. Idea يعني فكرة انها فكرة عظيمة. Let's go يلا نروح او لا 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 الفكرة مش عجباني فبرفض بأدب وبقول السبب ايه. I'm sorry I'm sorry أنا آسف. لما تيجي تعتذر بتقول I'm sorry. I can't أنا لا أستطيع. I'm sorry I can't. والسبب I have to study for the exam. فكر have to مضطر. I have to أنا مضطر بيجي بعدها مصدر. I have to study أنا مضطر أذاكر for the exam للامتحان. ومن طرق الاقتراح what about أو how about ماذا عن وبيجي بعدها gerund فعل مضاف له ing. What about baking a cake ماذا عن خبز كيك يعني يلا نخبز كيك. How about visiting grandma ماذا عن زيارة الجدة يلا نزور الجدة بقترح عليك. في برضو بمناسبة what about في حاجة اسمها what about you وماذا عنك. يعني أنا بتكلم عن نفسي وبعد كده أقولك طيب وانت okay what about you.
لما اقول مثلا I like English، انا بحب الانجليزي. What about you؟ طيب وانت ماذا عنك؟ My favorite subject is English، مادتي المفضلة هي الانجليزي. What about you؟ وماذا عنك؟ يعني انت كمان ايه؟ فتقول لي مثلا My favorite subject is math، انا بقى مادتي المفضلة هي الماث. يعني لو احنا بنحل محادثة وشفت واحد بيقول I like English او بيقول مثلا I like fish، I like fish ونقط نقط نقط وعلامة استفهام، والتاني قال له I like meat او I like fish too، انا بحب السمك انا كمان، احب السمك too ايضا، او I like meat انا بحب اللحمة، فاكيد السؤال What about you؟ وماذا عنك؟ I like fish، انا بحب السمك. What about you؟ وماذا عنك؟ طيب تعالى كده عندنا بقى تمارين، فتعالى نحل تمرين منه محادثة بين سما ورودي. فسما بتقول It is Mother's Day، اللي هو عيد الأم. لو انت متسرع هتقول It is، بس لو انت بتتأنى Yesterday امبارح، يبقى ما تقدرش تقول Is لأن الجملة ماضي، عيد الأم امبارح، يبقى هتقول It was ماضي. It was Mother's Day yesterday، هتجيب ماضي is، كان عيد الأم امبارح. طيب يا ترى ايه you for your mother، لمامتك؟ يبقى قالت I bought her، انا اشتريت لها a bracelet، اسورة. يبقى ماذا اشتريت لمامتك؟ What، السؤال ده ماضي، يبقى what did، what did you، واجيب مصدر طبعا علشان did. What did you buy؟ باي هو يشتري. كون سؤال في الماضي، What did you buy for your mother؟ ماذا اشتريت لمامتك؟ وبالمناسبة السيشن الجاي تقريبا هيكون عن الباست سيمبل، عن الماضي البسيط. I bought her a bracelet، انا اشتريت لها اسورة، وبعد كده قالت لها حاجة، فالتانية قالت لها I bought my mother a new bag، انا اشتريت لماما شنطة جديدة. يبقى What about you؟ وماذا عنك؟ What about you؟ انا جبت اسورة. طيب وانتي؟ What about you؟ وماذا عنك؟ قالت I bought my mother a new bag، انا اشتريت لماما شنطة جديدة. طيب في سؤال واجابته yes she liked it very much، ايوة حبيتها كتير، فهلغي yes وكون سؤالي. في فعل مساعد مفيش، الجملة ماضي، هجيب من بره البيت did، والفاعل she ممكن تقول did your mother، liked هتبقى like، شرط did ان هي تيجي ان الفعل يكون في المصدر. Did she like it؟ وطبعا very much ما تحطهاش. هل هي حبتها، حبت الهدية؟ ايوة هي حبتها كتير. طيب بعد كده، طبعا دي محادثات كلها، بعد كده مهارة الباراجراف. احنا اتكلمنا قبل كده ازاي تكتب باراجراف عن وصف حيوان. طيب لو انت مثلا بتكتب باراجراف عن مشكلة او عن قضية عامة، موضوع عام، برضو هتستخدم present simple، المضارع البسيط، انت تكلم عموما. طيب انا بتكلم عن قضية عامة، مشكلة عامة، زي التلوث، زي الاحتباس الحراري، زي مثلا الانترنت، مشاكل الانترنت، بتكلم عن قضية عامة او عن مشكلة عامة. ففي تعبيرات كده ممكن استخدمها في الباراجراف ده، زي It's important to، من المهم ان، It's important to، من المهم أن. ممكن مثلا We should، فاكر should ينبغي أن، ينبغي علينا. You should، ينبغي عليك. We shouldn't، لا ينبغي علينا. طيب It's also، also يعني أيضا. It's also important to، أيضا من المهم أن. قلت حاجة مهمة وهقول حاجة مهمة تانية، فبقول It's also important to، ايضا من المهم ان. او تقول الحاجة دي وتقول is a good solution، حل جيد، او is a good idea، فكرة جيدة. او تقول حاجة مثلا، اللي هي الحاجة دي مثلا وليكن حاجة ضارة، وتقول is harmful، ضار، for، ضار لي. it's مثلا harmful for the environment، ضار للبيئة. طيب ايه الافعال اللي ممكن استخدمها؟ فكر برضو كده في مرحلة البرينستورمينج، في العصف الذهني.
ايه الافعال اللي انا ممكن استخدمها واكون منها جمل؟ tell يخبر، keep يحافظ على، avoid يتجنب، stay يبقى، talk يتحدث، chat يدردش لو انا بتكلم على الانترنت، say يقول، know يعرف، give يعطي، share يشارك لو انا بتكلم على الانترنت مثلا، فاكيد في مشاركة للمعلومات، مشاركة للصور، share. طيب في اسماء برضو ممكن استخدمها، مثلا password كلمة مرور انا بتكلم على الانترنت، parents الوالدين، untrusted websites المواقع الغير موثوق بها، untrusted websites. يعني مثلا تعال كده نشوف، انا بتكلم عن الانترنت، هكتب paragraph على الانترنت، فانا ممكن افكر كويس كده ايه اللي ممكن اكتبه، ممكن اتكلم كاني بوجه نصيحة وارشادات للناس وهي بتستخدم الانترنت. فقلت مثلا there are many important things to do، ما تدخلش في التفاصيل من اول جملة، في حاجات كتير مهمة تعملها، to stay لتبقى safe امنا، مثلا online عبر الانترنت، first اولا you eat to people you don't know، انت ايه مع الناس اللي ما تعرفهمش، مثلا you shouldn't talk، talk اللي هو يتكلم، او يا سيدي chat يدردش، you shouldn't talk to people you don't know، او you shouldn't لا ينبغي ان chat تدردش to people you don't know، بس يا chat كانت هتاخد with فخليها talk. طيب A chatting with strangers، avoid تجنب، avoid تجنب chatting with، chat with الدردشة مع strangers الأغراب. طيب يا ترى ايه مثلا your if you feel unsafe tell، مثلا امر هنا imperative، اخبر انا بديلك ارشادات، tell your parents، parents اللي هما father mother، tell your parents اخبر ابائك if you feel unsafe لو حسيت نفسك انك مش امن على الانترنت. طيب ايه your secret، keep حافظ على، your password كلمة مرورك، secret secret يعني سر، keep your password secret، ارشادات ازاي تتعامل مع الانترنت او تتعامل وانت اونلاين. never ايه your personal information معلوماتك الشخصية، never tell، على فكرة never tell اقوى من don't tell، don't tell لا تخبر، لكن never عمرك، never tell عمرك ما تخبر، never tell your personal information to anyone، don't a information، don't get لا تحصل على، information المواقع، from من websites مواقع، من مواقع غير موثوق بها، untrusted from untrusted websites، ما تاخدش معلومات من مواقع غير موثوق بها، don't get information from untrusted website. تمام. وعندنا برضو مثال بقى على الهيلثي لايف ستايل، اسلوب الحياة الصحي، برضو هيكون في شكل ان انا بدي لك ارشادات وبستخدم عبارات بقى زي it's important to، من المهم انه، you should ويو shouldn't والكلام ده. وبكده نكون احنا خلصنا سيشن النهاردة، والسيشن الجاي ان شاء الله نبدأ في يونت 4 ونتكلم على أزمنة الماضي، الماضي البسيط وبعده الماضي المستمر ان شاء الله. Thank you for watching، شكرا جدا للمشاهدة وانك كملت الفيديو للآخر، نلتقي قريبا جدا ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام، goodbye.